الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص عليه كفارة تأخير صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر، فهل له أن يشتري كيسا من الأرز ويعطيه أسرة محتاجة ويكون بذلك قد أطعم 30 مسكينا، مع العلم بأن الأسرة 10 أشخاص؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: شخص عليه كفارة تأخير صيام رمضان، يعني كل رمضان ما صام رمضان حتى جاء رمضان الثاني وصامه وأخر قضاء رمضان الأول إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر. إذا كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، ما إذا كان لعذر فنعم عليه الكفارة عن كل يوم، عن كل يوم إطعام مسكين. فلو جمعها كلها وأعطاها أهل بيت فقراء لا بأس بذلك، أو جمعها كلها وأعطاها فقيرا واحدا فلا بأس بذلك، لأن الله لم يشترط العدد في هذا. نعم، فكفارة طعام مساكين. نعم.